بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. رؤيا أمهات المؤمنين دليل على الخير والبركة، ورؤية السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها ده دليل لصاحبة الرؤيا إذا رأتها في المنام، دليل على السعادة والذرية الصالحة، دليل على تحمل المسؤولية والأعباء ويكون لها شأن عظيم، دليل على تكرم في حياتها ويكون لها حسن خاتمة وتكون لها منزلة عند الله عز وجل. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.